بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 85. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن الشروط في البيع والفاسد منها الذي لا يبطل معه العقد، ووقفنا عند قوله أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قلنا في الحلقة السابقة إنه إذا شرط أنه إن جاءه بحقه في الموعد المحدد وإلا فإن الرهن يكون للبائع، أن هذا شرط باطل، لأنه يلغي حكما شرعيا في الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرهن لراهنه له غنمه وعليه غرمه، وقال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. فالرهن حكمه أنه عند حلول الدين، إن كان من جنس الدين فإنه يسدد الدين منه، وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد الدين من ثمنه، فإن بقي من ثمنه شيء فإنه يكون للراهن لأنه ملكه. وكذلك غلة الرهن فإنها تتبع الرهن وتكون رهنا معه، ربما يزيد الرهن ويزيد عن الدين، فلا يحل لصاحب الدين أن يصادر الرهن وغلته ويضر بالبائع بالمشتري. نعم. قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. من الشروط الفاسدة إذا باعه بشرط البراءة من كل عيب، هذا فيه تفصيل. إن شرط البراءة من كل عيب معلوم وهما يعرفان العيب العيوب التي في السلعة، وقال أنا بريء منها وهما يعلمان هذه العيوب، هذا شرط صحيح لأنه لا غرر فيه. أما إن كانت هذه العيوب مجهولة غير معروفة للطرفين وشرط البائع أنه يبرأ منها إذا تبين بالسلعة عيب أنه يبرأ منها، فهذا شرط غير صحيح. فإذا تبين في السلعة عيب فإنه للمشتري الخيار، إن شاء قبلها بعيبها وإن شاء ردها. نعم. قال وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. إذا باعه دارا على بشرط أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أذرع صح البيع، والزيادة تكون للبائع، تكون الزيادة للبائع، ويأخذ منها المشتري قدر ما اتفق عليه من المساحة، لأن هذا لا ضرر فيه. أو بانت الدار أقل من الأمتار المنصوص عليها في البيع صح البيع أيضا، وينقص من القيمة بقدر ما نقص من المساحة، فيكون على صاحب الدار الذي باعها وهي ناقصة يكون عليه رد ما يقابل النقص من القيمة. ولمن جهله من الطرفين، جهل أنها أكثر أو جهل أنها أقل، له الخيار إذا فات غرضه. فإذا بانت أكثر وقال المشتري ما دامت أنها صارت أكثر وتبي تصير شريك لي في الزيادة، أنا ما أبي أحد يصير شريك لي، أن الشركة تضر بي، نقول لك الخيار
إن شئت أمض البيع وإن شئت رده، لأن الشركة صحيح أن فيها ضرر عليه. أو قال البائع أنا لو دريت أنها ناقصة ما بعتها، والحين يبي يلزمني أن يرد شيء من الثمن وهذا فيه ضرر علي، نقول لك الخيار، إن شئت تفسخ فلك الفسخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخيار. نعم، الخيار يعني في البيع. الخيار اسم مصدر من اختار، يختار اختيارا وخيارا، فالخيار اسم مصدر، والخيار هو طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، وهو من محاسن هذه الشريعة. الحمد لله. فإن تشريع الخيار في البيع من محاسن هذه الشريعة، لأنه قد يحصل ندامة من أحد الطرفين، قد يكون أنه باع أو اشترى شيئا ثم ندم على تصرفه واستعجل في صفقة البيع دون تأمل ودون تروي، ثم تبين له بعد ذلك أن هذا البيع فيه ضرر عليه، فالشارع جعل له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ دفعا للضرر عنه. إلا أن هذا الخيار له حدود وله ضوابط، والخيار أقسام. نعم. قال: وهو أقسام. نعم. الأول خيار المجلس. الأول خيار المجلس، أي الخيار الذي يثبت بسبب مجلس العقد، فما دام المتبايعين في المجلس فلكل واحد منهما الخيار. إذا صدر الإيجاب والقبول انعقد البيع، ولكن يبقى الخيار، انعقد البيع غير ملزم، يكون لكل منهما الخيار ما دام في المجلس. وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. نعم. قال: يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف. يثبت خيار المجلس في البيع لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فهذا نص في البيع. والصلح الذي بمعنى البيع، وهو الصلح عن إقرار، كأن يكون لشخص دين على شخص فيتفقان على التعويض عن هذا الدين بغير جنسه، يتفقان على التعويض عن هذا الدين بغير جنسه، فهذا بمعنى البيع، يعني باع الدين الذي في باع عليه الدين الذي في ذمته بغير جنسه، فهذا هو الصلح الذي بمعنى البيع ويدخله الخيار، ما دام في المجلس فهو بالخيار، إن شاء أمضى هذا الصلح وإن شاء رجع عنه وطالب بالدين. نعم. وإجارة كذلك، عقد الإجارة، لأن الإجارة أيضا بيع، لأنه بيع منافع، فإذا أجره داره وتم العقد بينهما فلهما الخيار، لكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس، المؤجر والمستاجر، ولا يلزم البيع إلا بالتفرق دفعا للضرر عن الذي يحصل عليه ضرر من جراء هذه الإجارة. نعم. والصرف والسلم دون سائر العقود. كذا الصرف، لأن الصرف أيضا بيع نقد بنقد، فإذا صارفه بذهب، صارفه بذهب بفضة، يعني باع عليه ذهب بفضة، أو العكس باع عليه فضة بذهب، فهذا بيع، إلا أنه يسمى صرفا، يدخله الخيار أيضا، لكل من الطرفين الخيار، ما المتصارفين ما دام في المجلس. والسلم، ولأن السلم أيضا بيع، إلا أنه بيع فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فهو بيع، فإذا أسلم إليه في ثمرة أو في طعام أو في تمر إلى أجل مسمى ودفع له الثمن في المجلس فلا يلزم السلم حتى يتفرق، ما دام في المجلس فلكل منهما الرجوع.
عن هذا العقد دون سائر العقود، فلا يدخل خيار المجلس في بقية العقود التي ليست مثل البيع. نعم. مثل ماذا؟ مثل العتق، مثل النكاح. النكاح، مثل سائر العقود التي ليست بمعنى البيع، مثل عقد النكاح، عقد العتق أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. هذا حكم، أو هذه ثمرة خيار المجلس، ثمرتها أن لكل من المتبايعين الخيار بين الإمضاء والرد ما لم يتفرقا من المجلس، والتفرق يعتبر بالعرف، أي عرف الناس، فما عده الناس تفرقا فهو تفرق يلزم به البيع، وما لم يعدوه تفرقا فإنه لا ينهي الخيار. قال: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. سبقا عرفنا كلمة عرفا، وأما قوله بأبدانهما فالمراد بذلك نفي التفرق بالأقوال، لأن من العلماء من يقول المراد تفرق بالأقوال، لأن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، فحينئذ يلزم عندهم العقد ولا خيار للمجلس. وهذا في الحقيقة تأويل للحديث عن ظاهره الصريح في أن المراد تفرق بالأبدان، لأن التفرق في اللغة يكون بالأبدان لا بالأقوال. نعم. قال: وإن نفياه أو أسقطاه سقط. إن نفيا الطرفان البائع والمشتري الخيار عند العقد، قال بعتك هذه السلعة على أن لا خيار بيننا، وقال المشتري رضيت بهذا قبلتها، فإنه لا خيار للمجلس لأنهما نفيا، وهو حق لهما ونفياه في العقد، والمسلمون على شروطهم. وكذلك إذا أسقطاه أيضا، أسقطاه هو بمعنى نفياه، بأن يقول لا خيار بيننا ويتراضيان على ذلك فيسقط خيار المجلس ويلزم البيع بمجرد العقد. نعم. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا أسقطه أحد الطرفين بقي خيار الآخر الذي لم يسقطه، فإذا قال البائع أنا أسقطت حقي من خيار المجلس سقط في حقه وبقي خيار المشتري، أو العكس إذا قال المشتري أنا أسقطت حقي في خيار المجلس، وقال وأما البائع فإنه لم يسقط، فيكون الخيار للبائع. نعم. لأنه حق لهما، فمن أسقطه منهما سقط. نعم. وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدة المجلس فإنه يلزم البيع بمجرد مضي المدة تلقائيا، قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، فعد التفرق منهيا للخيار. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يلزم، قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فإذا قال في العقد أو في المجلس شرط الخيار، شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة 3 أيام إلى شهر إلى 10 أيام ولو طويلة، ولو قال إلى 3 أشهر أو إلى 6 أشهر، لأن هذا حق لهما، فإذا وضعا له مدة بشرط أن تكون معلومة ولو كانت طويلة. أما إذا كانت المدة لخيار الشرط مجهولة فإن هذا الشرط لا يصح للجهالة والغرر. نعم. وإن قال لك الخيار حتى ما تشاء، هذا لا يصح لأنه مجهول. نعم. قال: وابتداؤها من العقد. ابتداء مدة خيار الشرط تكون من العقد، لأنه قبل العقد ليس بينهما ارتباط، قبل العقد ليس بينهما
ارتباط، فتبدأ مدة الشرط خيار الشرط من مدة العقد، من مدة العقد. نعم. قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت مدة خيار الشرط فإنه يبطل وينتهي مفعوله، لأنه خيار جعلت له مدة فينتهي بانتهائها. أو قطعاه قبل نفاد المدة، أسقطاه يعني، فإنه يلزم البيع وينتهي خيار الشرط لأنه ما أسقطاه والحق لهما. نعم. قال رحمه الله ويثبت في البيع والصلح بمعناه. يثبت خيار الشرط في البيع ويثبت في الصلح الذي بمعنى البيع، وهو الصلح عن إقرار، كما لو أقر له بدين ثم صالحه عنه بمال آخر فإن هذا له حكم البيع. باع الدين الذي في ذمته عليه بعوض فيدخله الخيار ما دام في المجلس، خيار المجلس، وهذا سبق. ويدخله أيضا خيار الشرط، إذا شرط في هذا الصلح الخيار لمدة معلومة فإنه يدخله الخيار ويبقى ما دامت المدة باقية. نعم. والإجارة في الذمة. وكذلك الإجارة في الذمة، كالإجارة على عمل من الأعمال بأن يلتزم أن يعمل له عملا بأجرة معلومة، كأن يبني له دارا أو أن يحرث له أرضا، هذا عمل في الذمة. فإذا عقد هذه الإجارة التي هي على عمل في الذمة وشرط الخيار مدة معلومة فإن ذلك يصح، ويكون لهما الخيار أو لمن شرطه منهما حتى تنفد هذه المدة، ثم بعدها تلزم الأجرة، يلزم عقد الإجارة. نعم. أو على مدة لا تلي العقد. أو على مدة لا تلي العقد، يعني يشترط أن تكون هذه المدة التي شرطاها في خيار الشرط لا تلي العقد، كما لو شرطه في سنة اثنتين في سنة ثلاثة كما يقول الفقهاء فهذا يصح. نعم. وأما إذا وليت العقد فهذا لا يصح، لأنه يلزم عليها أن تمضي مدة لا ينتفع بالعين فيها. نعم. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. وإن شرط الخيار لأحدهما للبائع أو للمشتري دون الآخر صح وصار للطرف المشروط له، وأما الطرف الذي لم يشترط له فيلزم البيع في حقه من مضي خيار المجلس. نعم. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. وإذا قال لي الخيار إلى الغد فإنه يسقط بأول الغد، يعني ينتهي بأول الغد بنهاية الليل، لأن الغد ينتهي بنهاية الغد وهو الصباح، وهو بداية الصباح. أو شرطه إلى الليل فإنه ينتهي بأول الليل بغروب الشمس. نعم. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. لمن له خيار المجلس الفسخ، لأن هذا حق له، فله أن يفسخ ولو مع غيبة الآخر، فيفسخ ولو كان وحده ولا يشترط حضور الآخر، لأن هذا ليس عقدا وإنما هو خيار له حق استعماله ولو لم يحضر الطرف الآخر. نعم. أو سخط الطرف الآخر أنهى الخيار في حقه ولو لم يرضى الآخر، لأن هذا حق له لا يشترط فيه رضا الطرف الثاني. نعم. قال والملك مدة الخيارين للمشتري. عرفنا أحكام خيار الشرط، خيار المجلس، وأحكام خيار الشرط فيما مضى، وصار البيع لا يلزم ما دام الخيار باقيا، سواء في خيار المجلس أو خيار الشرط،
يبقى إشكال، وهو ملك المبيع لمن؟ هل هو للبائع ولا للمشتري في مدة الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط؟ الملك للمشتري، الملك للمشتري. فلو تلف في هذه فيها إحدى هاتين المدتين، لو تلف المبيع فمن الذي يضمنه؟ يضمنه المشتري، لأنه بموجب انتهاء الإيجاب والقبول انتقل إلى المشتري. ملك المشتري، لكنه ليس بلازم ما دام الخيار باقيا، لكن لو تلف فالذي يضمنه هو المشتري، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع، فجعل مال العبد للبائع، جعل مال العبد للبايع إلا أن يشترطه المشتري، فدل على أن العبد نفسه يكون ملكا للمشتري، وأما ماله فيكون ملكا للبايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا مال العبد، فدل على أن نفس العبد تكون ملكا للمشتري. نعم. وله نماؤه المنفصل وكسبه، هذه ثمرة أن الملك مدة الخيار للمشتري. إذا كان له، إذا كان الملك له وضمانه عليه لو تلف، فإن له نماؤه المنفصل كالولد وإجارة الدار وغلة الشجرة المنفصلة عنها تكون له، وكذلك كسبه لو كان عبدا ويكتسب فكسبه يكون للمشتري، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج هو النمى، الخراج هو النمى والغلة، بالضمان أي الذي يضمن العين هو الذي يستحق الخراج، والذي يضمن العين لو تلفت في مدة الخيارين عرفنا أنه المشتري، فما دام يضمن العين فإنه له كسبه. وقال وفي والقاعدة المعروفة: الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، فالذي يغرم هو الذي يغنم النمى والكسب. نعم. قال: ويحرم وقال المنفصل: يخرج النماء المتصل كحمل الدابة وثمرة النخلة ما دامت فيها فإنها تتبع العين، النماء المتصل يتبع العين ولا يأخذه المشتري، فإن انتهى الملك له وصار وأنهى الخيار له صار يتبعه النماء، وإن رجعت السلعة للبايع بموجب الفسخ فالنماء المتصل يكون للبايع. نعم. فهو يتبع العين لمن آلت إليه هذه العين. نعم. قال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. في مدة الخيارين تبقى السلعة موقوفة لا يتصرف فيها، لا يتصرف فيها أحد الطرفين، لأنه إذا تصرف فيها فقد اعتدى على حق الآخر، فيحرم يعني يأثم من تصرف فيها من الطرفين البائع والمشتري في مدة الخيارين، ولا يصح تصرف أحدهما فيها، لا يصح تصرف أحدهما فيها، فلو باعها أو وهبها أو اعتقها أو غير ذلك لم يصح تصرفه، لأنه حق مشترك بينهما لا يدرى عن مآله، هل يرجع للبائع أو يرجع للمشتري، فمآل هذه العين متوقفا، يكون متوقفا على إنهاء مدة الخيار. وما دام أنه متوقف فإنه لا يصح تصرف أحدهما في المبيع، وكذلك عوضه المعين، فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في العين المبيعة، ولا يجوز للبائع أن يتصرف
في الثمن المعين لها، فتبقى هي وثمنها موقوفين عن التصرف من الطرفين حتى تنتهي مدة الخيار أو تلغى منهما أو من أحدهما، إلا إذا أذن الآخر. إذا أذن له الآخر فهذا إنهاء للخيار بإذنه ويصح هذا التصرف. نعم. قال: بغير تجربة المبيع. أما تجربة المبيع فهذه لا تنهي الخيار، وهذه لا تحرم أيضا، لأنه لا يعرف المبيع إلا بالتجربة. فإذا ركب السيارة أو ركب الدابة يجربها فهذا لا يعتبر تصرفا بل يحرم، بل هو مأذون فيه، لأنه لا يعرف المشتري صلاحية المبيع إلا بتجربته، ولا يعرف البائع صلاحية الثمن إلا بتجربته، فالتجربة مأذون فيها في مدة الخيارين. نعم. إلا عتق المشتري. إلا عتق المشتري فإنه ينفذ، ولو كان سبق أن تصرف أحدهما يحرم ولا يصح إلا العتق، فلو اعتق أحد الطرفين العين التي فيها الخيار نفذ العتق، لأن الشارع يتشوف للحرية ويرغب في العتق. نعم. وتصرف المشتري فسخ لخياره. إذا تصرف المشتري في العين المبيعة مدة الخيارين فهذا يعتبر فسخا لخياره ولزوما للبيع في حقه، لأن تصرفه فيها يدل على رضاه بإمضاء هذا البيع. أما تصرف البائع فيها فإنه لا يكون فسخا لخياره. نعم. ومن مات منهما بطل خياره. ولأن المشتري سبق لنا أنه يملك هذه العين مدة الخيارين، فهو تصرف في ملكه، فيكون تصرفه فيها فسخا لخياره. أما البائع فإنه لا يملكها في مدة الخيارين، فهو تصرف في غير ملكه. نعم. ومن مات منهما بطل خياره. لأن هذا تفرق، الموت تفرق لا اجتماع بعده. الله أكبر. فإذا مات أحد الطرفين فإن هذا ينهي خياره هو خيار الشرط. وأما خيار المجلس فإنه ينتهي بموت أحدهما، إذا مات في المجلس بطل خياره. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، كانت هذه نهاية لقائنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في شرحه لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.